كتوجه من القيادة السياسية بدعم الرياضة حيث أنها آمنة وأمنا للعرب والدول العربية، وبذلك ودفعا ودعما من وزارة الشباب والرياضة متمثلة في السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والقيادة السياسية، استطعنا استضافة بطولة كأس العالم للرماية في عام هذا العام في مارس الماضي، ونستكمل مسيرة الرياضة باستضافة البطولة العربية للرماية هذا العام، ثم في شهر أكتوبر القادم بطولة العالم للرماية على أطباق مرحلة. أتمنى أن تكونوا سعداء بوجودكم معنا، وأتمنى إقامة سعيدة وبطولة ممتازة وحظ أوفر للجميع.